بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة الفصامية 181 فول 2، حيث سوف أتناول معك موضوع جديد متعلق بتصفح المواقع على متصفح مثلا جوجل كروم بدون الحاجة إلى الإنترنت. طبعا قد تتساءل كيف ذلك وما السبيل إلى ذلك، فسوف أجيبك بأنه مجموعة من متصفحات الإنترنت لديها خاصية جميلة وهي حفظ المواقع وتصفحها، يعني بعد عندما لا تتوفر على الإنترنت، لكن يجب عليك تفعيل هذه الخاصية أحباب في الله. فمثلا لو دخلنا إلى حوحل المعلومات وتصفحت مواقع أو مواضيع كثيرة وصفحات كثيرة في الموقع، فأستطيع يعني عندما لا أتوفر على الإنترنت أن أقوم بالدخول مرة أخرى إليك لخمسة وتصفح المواقع التي سبق، ويعني الصفحات وأيضا المواضع التي سبق تصفحها أحباب في الله. طبعا يعني قبل الشرح، ونفس الشيء بالنسبة لجميع بالمناسبة جميع المواقع التي تريدها، قبل شرح هذه النقطة لا بأس أن أذكركم بشيء، يعني أتمنى منكم يعني ولو دعم بسيط، يعني أنا أقولها وأكررها على الأقل إذا استفدت، يعني اضغط لايك للفيديو حتى تشجعني لوضع فيديوهات أخرى. فأحاول يعني صراحة أن أقارن هذه القناة وقناتي باللغة الإسبانية التي أتوفر عليها والمشاهدين الموجودة هناك يعني باللغة يعني الإسبان وأيضا من أمريكا الجنوبية، فلا وجود يعني للمقارنة يعني بين المشاهد العربي والمشاهد يعني الغربي صراحة. هذا الشيء الذي يجعلهم يعني نوعا ما متقدمون يعني في جميع الأشياء التي نحن يعني متأخرون فيها. فأنا شخصيا أقوم يعني بالاستفادة وأفيدكم، وأتعب يعني لرفع فيديو على قناتي، أقوم بتصويره وأيضا رفعه ثم كتابة التدوينات. فعلى الأقل إذا استفدت من فيديو فحاول الضغط على لايك للفيديو، وإذا لم تستفيد من هذا الفيديو فبالتأكيد هناك فيديوهات أخرى سوف تأتي وسوف تستفيد إن شاء الله. طبعا مثل هذه الأشياء السلبية تجعلني أحيانا أفكر في التوقف واستغلال الوقت أكثر في تطوير القناة الأخرى باللغة الإسبانية. لهذا أتمنى أن نغير سلوكنا وأن نشجع يعني الأشخاص الذين يحاولون يعني إفادتكم، ليس أنا شخصيا ولكن أشخاص آخرون أيضا على اليوتيوب، على الأقل تشجيعهم أحباب في الله حتى يعني يبدعون وحتى يستطيعون يعني إنتاج فيديوهات أخرى قد تفيدكم أحباب في الله في حياتكم المعلوماتية. علي على أساس تفعيل خاصية التصفح بدون الإنترنت على جوجل كروم، سوف تضع الرابط التالي الذي سوف تجده أسفل الفيديو، سوف يتم تسجيل الدخول إلى صفحة بهذا الشكل. عليك الضغط على عفوا عليك الضغط على هذا الخيار لتفعيله، سوف تجده غير مفعل، أنا شخصيا مفعل الحين، اضغط عليه ثم انابلد أو شيء من هذا القبيل، ثم بعد ذلك سوف تنبثق لك نافذة اعمل إعادة تشغيل للمتصفح. بعد إعادة تشغيل للمتصفح فبالتأكيد سوف تتصفح مواقع كثيرة، يعني أي موقع دخلت إليه سوف تتصفحه وأنت لديك الإنترنت. فلنفرض مثلا دخلت إلى جيلي خمسة كما سوف نشاهد، ثم تصفحته، يعني تصفحت مثلا الصفحة الرئيسية ثم انتقلت إلى الصفحة الأخرى، وحتى ولو أقوم بالدخول إلى المواضيع تصفحت يعني الصفحة الثانية كما تشاهدون، ونفس الشيء بالنسبة للصفحة الثالثة الصفحة الرابعة إلى غير ذلك، ونفس الشيء بالنسبة لأي موقع كما ذكرت أحباب في الله. الحين بعد أن تنقطع لدي الإنترنت، ونفس الشيء مثلا لو دخلت إلى اليوتيوب، مع العلم أن الفيديوهات اليوتيوب لن تستطيع مشاهدتها، فقط يمكنك الدخول إلى اليوتيوب والدخول إلى الفيديوهات التي تصفحتها من قبل، لكن لن تشتغل، سوف تظهر يعني لك دويرة يعني من دون أن تشتغل الفيديوهات. طبعا الحين تشتغل لأنني أتصفح اليوتيوب يعني وأنا لدي الإنترنت. فلنفرض الحين سوف أقوم بتعطيل الإنترنت، ليس لدي يعني في وقت معين يعني الإنترنت على حسب، فأستطيع الدخول مرة أخرى إلى جوجل كروم كما تشاهدون، فليس لدي الإنترنت وكما ظاهر عندكم، وأستطيع الدخول إلى المواقع التي تصفحتها من قبل. فلاحظوا معي إجلي خمسة يتم تسجيل الدخول إليه رغم أنني ليس لدي الإنترنت أحباب في الله، فقط لأنني تصفحته من قبل، بالتالي سوف أستطيع الدخول إلى المواضيع التي لم أقرأها من قبل. يعني كما تشاهدون هذا الموضوع الأول لم شاهدتم بأنني لم أقم بالدخول إليه من قبل، وأي موضوع أريده مثلا هذا الموقع أو يعني الموضوع الآخر
واستطيع التنقل إلى الصفحات الأخرى، يعني الصفحة الثانية والصفحة الثالثة إلى غير ذلك كما تشاهدون أحباب في الله، فقط عبر هذه الخاصية التي شرحناها أحباب في الله والمفيدة في حالة ما لم تتوفر على الإنترنت. فأدخل مثلا إلى اليوتيوب كما تشاهدون، يتم تسجيل الدخول إلى اليوتيوب الذي تصفحته من قبل. أدخل إلى قناتي كما تشاهدون، فيتم تسجيل الدخول إلى قناتي أحباب في الله كما تشاهدون، رغم أن ليس لدي دائما الإنترنت. وأستطيع الدخول إلى الفيديو الذي كنت قد تصفحته، لكن لن أستطيع كما ذكرت أن أشاهده أحباب في الله، فقط يعني أتصفح الفيديوهات والتعليق إلى غير ذلك. طبعا ونفس الشيء بالنسبة لأي موقع تريده على الإنترنت، فيعني عندما تصفح مجموعة من المواقع وعندما لا تكون لديك الإنترنت وعلى أساس تذكر يعني المواقع التي كنت قد تصفحتها، فتستطيع الضغط على هنا والضغط على إيستوري هنا، يعني ومشاهدة جميع المواقع التي تصفحتها بطريقة يمكنك الدخول إليها بدون الحاجة إلى الإنترنت أحباب في الله. هذا كل شيء، أتمنى الدرس قد أفادكم، أتمنى الضغط على اللايك لمساعدة القناة ومساعدة الفيديو حتى ينتشر، وأيضا زيارتنا دائما على موقعنا www.pontegla5.com والانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1984، وأيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما الجديد الفيديوهات. في أمان الله.